كانت هذه العائلة تمني النفس أن تتلقى خبر نجاح ابنها سيف في نتائج الثانوية العامة لهذا العام، لكنه لم يكن كذلك، فهي تلقت نبأ شهادته برفقة والده في مثل هذا اليوم. ربما تكون الأمور مختلطة بكثير من المشاعر الحزينة. أم سيف يعطيك العافية. الله يعافيك، عظم الله أجرك. أجرنا أجر على الله. هذا اليوم يفترض أنه نتحدث عن تلقي أنباء نجاح طلاب الثانوية العامة. ابنك سيف كان واحد من هؤلاء الطلبة اللي استشهد برفقة والده. الحمد لله، ربنا يرحمهم إن شاء الله. كنت بتمنى أني سيف يكون عندي هو الكبير، يعني أن نستنى اليوم نتائج توجيه نفرح زي باقي الناس، وما صارش لنا نصيب. الحمد لله، الله يرحمه. صارعه بالشهادة الأعظم. الشهادة الأعظم إن شاء الله عند ربنا أعلى شهادة من كل الشهادات. حكينا عن ظروف استشهاده واستشهاد والده وزوجك. والله طلعوا هما الاثنين عادي فجأة هيك، يعني كانوا قاعدين معنا وطلعوا، بدنا غراض، راح قلنا نجيب لنا غرض. شوية تأخروا، بعد شوية نسأل وين راحوا. نزلنا منشور إشي قال بنقول قاعدين إصابات، هما بتكتك طلعوا قال بنقول إصابات بيسعفوا قاعدين. وبعدين رحنا على المستشفى نتعرف عليهم، لقيناهم بالمستشفى الله يرحمهم. لما نحكي عن افتقاد الابن الأكبر من الأولاد أو من الذكور وافتقاد الوالد، هذا الأمر ليس بالهين. اليوم لما الاحتلال يعتبر أنه هؤلاء أرقام ويعد عدد كبير من الشهداء والقتلى بنظره، اليوم لما نحكي عن كل شهيد من هؤلاء قصة. أكيد قصة، يعني عارف ربنا يصبرنا. يعني أنا كانت أمنيتي أني أفرح في سيف نتيجة توجيهي، يعني أمنيتي كنت، يعني 20 سنة وإحنا بنربي ونستنى في اليوم هذا اللي نفرح فيه. أو الوحدة يعني 17 سنة ولا 18 سنة مش قلال لما الوحدة تربيه وتستنى نتائج توجيه اليوم، وبعد كم سنة يروح جامعة وبعدين نفرح فيه. الحمد لله. تحول هذا الأمر من مناسبة يفترض إنها مفرحة لمناسبة حزينة. أكيد مفرحة وحزينة يعني، وبنفس الوقت يعني مفرحة عند ربه، يعني شهادة عند ربه، وإن شاء الله جنان النعيم يا رب، ربنا يصبرنا إن شاء الله. اليوم أولادك بكملوا مرحلة التعليم شاهد وباقي الأبناء؟ عندي شاهد هي البكر الأكبر من سيف، بتدرس، هي خلصت سنة وبقي لها سنة، وهيها بتكمل إن شاء الله، هيك يعني طموحاتها تحققها. يعني كان أبوها الله يرحمه كان دائما دعمها، دائما 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 بكل خطوة إن أبوها دعمها دائما، يعني وهي ما شاء الله عليها وحابة تكمل دراستها، يعني كل يوم بتفوتش عليها يوم اللي هي بتسعى إنها تحقق دراستها، تكمل يعني مشوارها التعليمي، وإن شاء الله تكمل تكون قادها شهد إن شاء الله يا رب إن شاء الله. اليوم المسؤولية هاد لما أنت تقوم بدور الأم، وأيضا يفترض أنه بدور الأب، يعني الأبناء حياتهم ومتطلباتهم تفاصيلهم كيف أنت قادرة عليها اليوم لما انتقلت من البيت في عبسان الكبيرة لخيمة في هذا المكان؟ هو الوضع صعب يعني، ودور الأم والأب برضو صعب، صعب كتير يعني، لأنه كان الأب هو اللي ما هو دوره في كل إشي، يعني ما كانش مخلينا نحتاج إشي، وإن شاء الله ربنا يقدرنا كون لهم الأم والأب إن شاء الله. قادرة؟ لا إن شاء الله يا رب، ربنا يعني عطينا الصبر وعمالي بقوى يعني إن شاء الله. وأنا عندي شهادية اللي بتقوى فيها قاعدة، يعني شهادية أقوى بكتير مني، يعني هي إن شاء الله هي اللي بتدعمني أكتر، وهي اللي جابتنا. هي يعني بتدعمني كل يوم، هي اللي بتدعمني بصراحة، يعني هي اللي بتقويني، يعني أنا شوية أضعب بس هي اللي بتقويني قاعدة، وإن شاء الله أكون قادها الأم والأب إلهم إن شاء الله، وربنا يصبرنا إن شاء الله. ربنا يربط على قلبك إن شاء الله. يا رب إن شاء الله إن شاء الله. شكرا، بارك الله فيكم، أعطيكم ألف عافية. الله عافيك، شكرا جزيلا إلك. طبعا أنا جاي في وقت يعني مش عارف كيف الواحد يحكي، لكن شاهد أنت الآن في ظل أنه توقفت العملية التعليمية أنت مكملة بأي اتجاه وبأي شكل؟ الحمد لله، رغم الصعوبات ورغم كل إشي بنواجهه إحنا، سواء بصعوبات النت أو بصعوبة إنه الكهرباء كشحن إنه نوفر، ولكن رغم هيك أنا مستمرة، لأنه هاد حلمي من 20 سنة أنا إني أصل هذا اللي أنا وصله، ولسه الطموح لقدام،
ما بقف. وغير هيك حلم بابا الله يرحمه انه يشوفني بعلى المراتب. فبما انه انا المفروض اكون خريجة، كنت كبنت الكبيرة لعائلتها، كنت بحضر أنا وياه شو بدي أعمل في تخرجي، شو بدي أسوي توزيعات، شو كيف بدنا نفرح، وهي الأمور البسيطة اللي كل فتاة يعني بتحب تحضرها لتخرجها في الجامعة. ولكن ما فيش نصيب أنه يكون معي ويحضر نجاحي، بس أنا وعدته وحكيت له أنه أنا حكمل حتى في جنازته. حكيت له يا بابا أنا معك، يعني أنت رحت بس أنا حضل زي ما أنت ربيتني أن أنا أكون القوية، أنا بنت أبويا اللي حكون البنت والرجال بنفس الوقت، حكمل دراستي. تحكي مع والدك وهو مسجى أمامك شهيد؟ بالضبط. أنا وحتى بابا كان موجود، كنت أبسط الأشياء لازم أحكي له إياها. البنت الكبيرة وبتحب يكون أبوها، يعني بابا كان كتير، أنا المدلة أيوة، بابا كان كتير حنون علينا وسندنا، ما عمريش حكى لي لا. يعني بلشت مشاريع ما قبل الحرب، كان دعمني في كل مشاريعي في دراستي، حكى لي اعمل اللي بدك يا ادرسي وانا جاهز، خلصت التخصص وبدك كمان تخصص انا جاهز، بدك تكملي شو ما بدك انا جاهز. ولكن ما حلف انه يكون معي. بس هو لما في وقت الجنازة انا حكيت معاه وحكيت له يا بابا انا حكمل، بعرف انه هو حيكون بسمعني وبشوفني، أكيد الشهيد حي عند ربنا فحيكون مبسوط مني، يعني أكيد الحمد لله. يعني أنا لو 9 شهور هاي الحرب أنا ما كنتش هيك، يعني أنا المفروض كنت 10 شهور تقريبا، أنا كنت المفروض ماشية في مشروع كتير منيح، يعني كنت أنا قبل 10 شهور في بداية المشروع. ولكن لو ما كانت موجودة الحرب كنت أنا حكون الآن خريجة، كنت أنا حكون ماشية في مشروعي الخاص إنه أنا مستقل، يعني بدخل مادي ومستقل ومرتاحة، وغير إنه كنت حفرح في تخرج أخوي من التوجيهي، غير إنه كمان هو كان حيدرس توجيهي إلا كمان دخل معاي الجامعة، كان المفروض يوم السبت بداية الدوام لإله معي في بداية العدوان، ولكن ما حلف النصيب إنه يكمل. يعني كان بيحكي لي إحنا هنخلص وبعد ما نخلص حنسافر، قلت له أيوة إحنا هنخلص الجامعة وحنسافر مع بعض، وعمل جواز السفر وأنا كنت على وشك إني أخلص برضو إتمامات الجواز لإلي إني أكمل، وكنت بعد ما نخلص دراسة حنسافر أنا وياه نكمل دراستنا برا. تغير كل شيء. تغير كل شيء، راح السند وراحت الأحلام، بس أنا بالنسبة لي ما راحت الأحلام، بالنسبة لي أنا حكمل. ورغم كل إشي أنا صامدة ومكملة ولسه أحلامي وطموحاتي عملها بتزيد أكتر وأكتر. مش إحنا أولاد غزة ما بنقف على حدث أو على مصيبة، لا إحنا الحمد لله هاي المصيبة قوتني أكتر وعرفت أنه أنا قد كل إشي بإذن الله. يعني رغم انه انا معاناة النت في الوقت الحالي اللي انا بطلع اماكن وبروح ادفع فلوس علشان صحيح الان ممكن نحكي ممكن نوفر اشي يعني وبلاش من قصص النت وكذا، بس لا انا عندي دراستي لازم حتى لو شو ما بدي يكون. رغم انه طب شو مصدر الدخل يعني مع احترامي؟ شو حيكون مصدر دخل؟ لا يوجد مصدر دخل، بما انه احنا حكينا السند اللي هو الاب بيكون، ما بعد الاب الاخ. والدي الله يرحمه كان أي إشي ممكن يمشي فيه، يعني الحمد لله ما كان ينقص علينا أي إشي خالص، رغم يعني نحكي المبلغ البسيط اللي كان ما قبل الحرب يدخل علينا، ولكن الحمد لله. ولكن إحنا في الوقت الحالي بنحكي لا أب ولا الأخ اللي ممكن يعوض عن الأب في الوقت الحالي إنه كان ممكن يشتغل في أي إشي، لا. بس أنا قلت حكمل حتى لو ما فيش أي إشي إنه ممكن كماديا، بس اللي عنده هدف ما بنكسر حتى لو كان في عنده عائق 2 3، رغم كل العوائق أنا جاهزة إني أكمل هدفي وأصل، علشان هذا وعد أنا وعدته لبابا إن شاء الله.
تكملي. طيب شاهد بشكل عام لما نحكي عن توقف المرحلة التعليمية بشكل عام في قطاع غزة بالمجمل وأنت اليوم بتحاولي أن تكملي هذا الدراسة، طب عمليا أنت كيف مكملة؟ يعني شو الأدوات اللي بتمتلكيها لتكملي وكيف مكملة؟ يعني هذا يحسب مثلا في السنة الثانية إليك ولا كيف؟ أنا شخصيا ما قبل، يعني ما قبل إنه الجامعة تنزل إنه هم حيكملوا معانا، أنا كنت ما بحبش أقعد، هاي عندي قاعدة، لا ما بحبش أضيع وقت، لازم ما عندي شوية معلومات شوية فيديوهات كنت ماخذهم من بعض مهندسين ودكاترة بالجامعة ما قبل الحرب، وحتى بالحرب كانوا فيه عندي مهندسين ودكاترة بيساعدوني كتير إني أنا أكمل، علشان هم كانوا شايفين فيا إشي لقدام أنا حصل لإله، حكولي شاهد بنفعش أنت تكوني قاعدة وبنفعش أنك تستسلم لأمرك، حكيت أنا طول ما أنه في حد معي داعم ليش أنا أقعد، يعني حكول إحنا جاهزين نبعث لك عن طريق فلاشة أحمل عندي على سلايدات والفيديوهات والروابط بالضبط، علشان أنه ما يعني ما يكون عندي عائق النت، فأنا قاعدة ممكن هو العائق الإشي اللي هو الكهرباء، ولكن برضو بنضطر بنطلع نشحن اللابتوب، وهذا اللابتوب برضو جاب لي يا بابا الله يرحمه كان هدية نجاحي في التوجيهي، فرغم أنه أبسط الأشياء أنا لما طلعت كانت أول شنطة طلعتها أول ما نزحنا كانت شنطة دراستي هي اللابتوب وبعض الدفاتر الجامعية وبعض الأقلام، لأنه كان عندي هدف لازم أكمل. جميل. اليوم شو الأدوات اللي ممكن تساعدك في إكمال تعليمك وتصل إلى تحقيق وصية الوالد؟ أنت شو بتحتاجي؟ كشو بحتاج؟ بنحتاج أن يكون في إشي مناسب يعني بيئة مريحة أني أنا أكون بدرس، بس في الوقت الحالي هو ممكن يكون صعب، وأنه أكمل دراستي بما أنه الآن غزة دمرت تماما ما فيش فيها تعليم، يعني شو حتى لو توقفت الحرب في غزة ما فيش ضايل جامعات ما فيش ضايل مدارس ما فيش ضايل، يعني لو حنكمل عن الأونلاين بس برضو حيكون الإشي كتير صعب، وخاصة أنه مش كل التخصصات، يعني أنا في عمري البعض البنات وصحباتي اللي أنا كنت بعرفهم كان عندهم إمكانيات قدروا أنهم يسافروا وكملوا دراستهم، يعني أنا بتواصل معهم بحكول إحنا يا شهد بنكمل دراستنا والحمد لله أمورنا ماشية، بس أنا ما بقدر أطلع ما بقدر أسافر غير أنه ماديا، يعني ما فيش في الوقت الحالي أنه أنا أجيب حق يعني كان حق التنسيقات وغيرها، فراحت علي هاي الفرصة. تطمحي أنت تسافري تكملي تعليمك هنا؟ إيش هو كان طموح من طموحاتي أن أنا أسافر أنه أكمل حتى لو ما كانت الحرب، كنت أنا لا المفروض أني أطلع أسافر وأكمل دراستي، غير أنه حتى كان في منحة المفروض كانت تطلع لي خارج، بس بسبب أنه ما قدرتش أدفع تكاليف السفر راحت علي هاي المنحة، فالآن أنا ححاول أنه بالأشياء البسيطة بالإمكانيات البسيطة في الوقت الحالي في الحرب أني أكمل، علشان أنه ما أقف. إن شاء الله بتكتمل يا رب، إن شاء الله ربنا كريم. شكرا جزيلا لك شاهد. يسلب الاحتلال هذه الفرحة من تلك العائلة، ونحن نتحدث عن سيف وعن والده، ربما هذان الشهيدان من هذه الأسرة، الأب وهو السند الذي ارتقى شهيدا أيضا برفقة ابنه الأكبر في هذا المكان، كان ينتظر لهذه العائلة أن تتلقى خبر نجاح ابنها في شهادة الثانوية العامة، لكن الشهادة الكبرى باستشهاده كانت هي الأقرب. على سلامة لقناة الجزيرة مباشر من مدينة خان يونس جنوب القطاع.